السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في معين كرام متابعي قناة من الآخر. خلاصة معكم محمد نور الدين. موعد مباراة الرجاء الرياضي البيضاوي المغربي أمام الوداد الرياضي البيضاوي المغربي اليوم بإذن الله تعالى الخميس 16/6/2022، مباراة في الجولة 25 من الدوري المغربي اليوم بإذن الله تعالى الخميس، المباراة ديربي الدار البيضاء معادها الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، المباراة معادها الساعة 6 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، والساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. قناة نقل المباراة متابعين الكرام قناة المغربية الرياضية والمعلق هشام فرج، ملعب المباراة ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، الجولة 25 من الدوري المغربي. اشترك في القناة فعل زر الجرس اعمل لايك للفيديو، وانا معكم محمد نور الدين، رقم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.